ما معنى اسم ريما؟ ريما هو اسم عربي مؤنث وأصله في اللغة ريم، معنى الغزال الرشيق الجميل، ورام المكان أي برحه، واسم المفعول منه مريم، وهو اسم سورة في القرآن الكريم نزلت عن السيدة مريم ابنة عمران والدة نبي الله عيسى عليه السلام. لكن اسم ريما لم يرد ذكره في كتاب الله تعالى ولا مرة لفظا صريحا، وهو لا يمنع التسمية به، فهو اسم رقيق جميل المعنى لا حرج عليه. إن الأسماء لها وقعها عند نطقها ولها طاقتها وحضورها الذي تضفيه على أصحابها، ولكل إنسان حظ من اسمه يكتسب سماته الشخصية وصفاته منها. ومن معنى اسم ريما نستطيع أن نرى بوضوح أنها تهتم بجمالها وأناقتها كما تهتم بالحفاظ على نقاء سريرتها. يصف البعض شخصيتها المتسرعة قبل اتخاذ قرار بعينه، لكنها حريصة على وضوح شخصيتها وتوضيح أفكارها. تفضل الموسيقى الهادئة وتفضل الرقي في مظهرها وتعاملاتها كذلك، ومتعتها تكمن في السفر إلى الأماكن ذات المناظر الطبيعية. ريما هي فتاة رائعة الجمال، رشيقة القوام، جمالها محط الأنظار ومحط الإعجاب. وريما رقيقة وأيقونة للأنوثة الطاغية، وهي مع جمالها ذات نظرة ثاقبة وعقل راجح. تحب المبادرات وتفضل الصراحة والوضوح في الأقوال وفي التعاملات مع غيرها. تفضل الهدوء، وأفضل أوقاتها هو الليل. ريما هو اسم علم مؤنث عربي الأصل، اعتدنا سماعه خاصة في بلاد الشام، وهو اسم مشتق النطق عن اسم ريم، والريم في المعجم له معاني مختلفة ومتنوعة، ومعنى اسم ريما هو الظبي الناصع البياض، جميل الخلقة، رشيق القوام، مرن الحركة.